تعمل سواق تاكسي عيب عليك، أن ترى زوجة المستقبل رؤية شرعية عيب عليك، أن تذهب للطبيب النفسي عيب عليك، أن لا تضع وليمة عظيمة تكفي أضعاف ضيوفك عيب عليك، أن يتكلم الصغير المظلوم في حضرة الكبير المتغطرس عيب عليك، أن لا تتعامل مع العادات ككتاب مقدس فوق المراجعة عيب عليك، أن تعلن اسم أمك أو زوجتك عيب عليك، أن يكون لك رأي مستقل عيب عليك، أن تفكر بشكل مختلف عيب عليك. لك أن تتخيل أن أكل الدجاج في بعض أرجاء الصومال عيب كبير، والعيب الأكبر هو أكل السمك في بعض أجزاء موريتانيا. مجتمعات عربية أخرى لا يحق للمرأة أن تأخذ نصيبها من الإرث تحت ستار العيب، والقائمة تطول والحقوق تنزف. لنحيا ونحن نعلم أن العيب قيمة عظيمة تحفظ المجتمع ولا تقهره، تضيف إليه ولا تسلب منه. عندها ستزول الكثير من الإزدواجية في الشخصيات والأقنعة من الوجوه والنفاق الاجتماعي، ويكون الناس أكثر تلقائية وعفوية. ولا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاب أسامة بن زيد رضي الله عنه على رأس جيش يضم كبار الصحابة لأنه الأكفى، ولم يقل هذا عيب، هناك من هو أكبر. في طفولته باع الرئيس التركي أردوغان الخبز في شوارع إسطنبول، ولم يمنعه ذلك من وصوله إلى كرسي الرئاسة، ولم يحرم سليمان الراجحي عمله خادما في البيوت في بداياته من أن يكون من أغنى أهل الأرض. سامبلا رجل هندي لم يسلبه تاريخه حين كان سباكا في السعودية أن يكون وزيرا في الحكومة الهندية الجديدة. تسمح شركة جوجل للموظفين بارتداء البيجامات في مكاتبها لأنها تعلم أن الإبداع قرين الحرية. رسالتي إليك: شرع الله فوق كل عادة، والمراجعة تجلب السعادة، فلا مقدس إلا ما أنزله الله، أما سنن البشر فيؤخذ منها الصالح ويطرح منها الضار. عندها تحترم المجتمعات القيم ولا تسعى للتمرد عليها، ويعود العيب ليحمي الأبواب. عيب عليك جوهرة ثمينة، فلا تجعلها زنزانة سوداء. في أمان الله.